السلام عليكم. مستبيها الوكالة الوطنية لنشر الصور والصحافة. كما كتشوفوا الآن كتواجدوا بمدينة سيدي الحاج الشاطئ، بالضبط في حي الشرفات. هذا الشخص هذا تم طرده من المنزل ديالو من طرف الأب ديالو، وأنه كيعاني من الإعاقة بدنية. هو اسم جاتك؟ مدري عمر. كيف تسكن؟ في العمران. شحال العمر ديالك؟ 25 عام. 25 عام. وشنو السبب اللي طردك الوالد ديالك؟ ديما كيبقى عايرني وكيبقى دابا الستون هي والبرد وهادي، كاين عندي هنايا السماكريه الصفاره. ياه. وكنتي كتقرا؟ كنت تنقرا. الوالده ديالك مازال حيه ولا ماتت؟ لا ماتت. ومن وراها فاش ماتت؟ من ورا ما ماتت الوالده ديالك شنو كنت تفكر؟ ديما كيبقى عايرني وكيبقى فين هو الوالد؟ هذا الاب ديالي. فين البلاصه كتكون انت؟ في العمران. في العمران. شحال دابا باش انت خارج من الدار؟ راسي من 6 وانا خارج. من 6 كانت تبدا وانا هنا. ملي شردات؟ من 6 بدا. شهر؟ شهر بحال هكا. واللي هي ايامات كانت كتصب الشاش كنت فين؟ كنت اما دابا حوين دابا كنت مقوليه وكنت عاد كنت فين هناك. خويا بدري عمر، دابا قلت لي المده انت تقريبا هنا شهر وانت هنا ياك؟ عمر شي مسؤول ديال شي جمعيه؟ لا والو لا والو. وبالرغم انه كاينين مجموعه كاينين جمعيات هنا والو ما كاين، ما عمر حتى واحد وقف معانا. كيعاونوني هنا الساكنات، ساكن مولا كيعطيونا الغداء والفطور مزيان، ولكن تالين الفطور البرد والسفر هنايا وهنايا كاينين راك عارف. وهنايا لاقي راحتك ولا لا؟ لا انا ما كاينش الراحه، ما كاين هنا كاين الراحه ولكن الطمأنينه ما كاينه. ما تعرف شكون اللي كيلعب بالليل يعني هنا راه كاينين راه هما شكون هما؟ يعني الصفار المقرقبين وحبوفا هنايا وكنت في مجموعه. هو عمرك تعرضتي للسرقه هنايا؟ ديما ديما كيتعرضوا لينا وكيوقفوا حدايا السماكريه وكيريحوا حدايا. وبالنسبه لهاد الناس ديال المنطقه كيعاونوك مزيان؟ كيعاونوني الماكله ولكن تالين. وشنو اللي كطالب به دابا الان؟ كنت طالبه بالجمعيات وبنتي واحد نتي مسؤول يوقف معانا. الله يرحمني الوالدين. وعندك الاخوان ديالك؟ عندك خوت؟ عندي خوتي. ما عمر ما سول عليك حتى واحد؟ لا والو. فاش خرجتي ما حاولتيش ترجعي عندهم؟ لا والو. ياك؟ ما كيسول عليك حتى واحد؟ لا والو. والاب ديالك شحال دابا يكون في عمرك؟ كبير هو راه مسن. اوكي. وملي كان كنتي انت ساكن عندهم الورا الموت ديال الوالد ديالك، واش تبدل التعامل ديالو؟ من الاول كان بحال هكا؟ ملي ماتت الوالده صافي. صافي انا تبدل كل شيء. تبدل كل شيء. شحال قبل ديجا قبل ما تخرج كان كيجري عليك ولا لا؟ لا من كانت الوالده كان كيتعامل معنا مزيان، كان كيتعامل معايا مزيان، ولكن ملي ماتت الوالده صافي. يعني الوالده هي اللي كانت التعامل ديالها مزيان. وكنت كتقرا؟ وكنت نقرا وخرجني هو. من ورا الموت ديال الوالده ديالك؟ شحال دابا باش ماتت الوالده ديالك؟ من ورا العيد الكبير ديال العام الاول مزيان. دابا تقول لي انت تقريبا عام وانت كتعاني معاه. واش كان كيضربك ولا؟ كان كيضربني والضرب ديما مكرفنت علينا. وشنو كطالب دابا؟ كنطالب بالجمعيات يوقفوا معانا وتنتمنى من الملك محمد السادس هو يوقف معانا والله سبحانه وتعالى. كما كتشاهدوا معنا الاخوان، هذا السيد اللي كاين هنايا هو كيعاني من المشكل انه كيبات هنا في الزنقه، بالخصوص انا كل مره في البيت وهذا الشيء اللي داز عليه. وكنطالبوا هنا كاينين مجموعه من الجمعيات ديال المراهقين ذوي الاحتياجات الخاصه، حتى واحد ما كيطول فيه، غير هنا غير الساكنه هي اللي كتعاونوا. ها هي الشده جايه والبرد مشكله هنا غيلقى، خص انه كان هنا في الصيف كان عادي راه في الجو سخون ما عنده حتى مشكل يبات برا، ولكن دابا الان كيلاقي صعوبات. وكنتمنى شي اصغر شي يتعاونوا مع اصحاب الجمعيات، واذا بات اخر ان شاء الله.